خالد الحمدي، لمسه الى عبد العزيز الدوسري، رافائيل سيلفا الى خليم هايلاند، محمد قاسم مع الكره من الشمال، محمد قاسم عدى وهرب، لعبها في اقصى الناحيه اليسرى الى احمد اشرف، الى قاسم مع الكره، قاسم عرضيه حلوه ولكن دحفلي، رده المره دي احمد اشرف يسدد ولكن خبطت في زميله، خبطت في زميله في اللقطه اللي فاتت وتضيع فرصه على الفيصلي. بيحاول احمد اشرف وامين كوردي، رجعت الكره الى خليم هايلاند، وسع لنفسه المساحه خليم، ساب الكره ومحاوله وتسديده ولكن المعيوف على مرتين، ينقذ الكره بعد تسديده من حسين القحطاني. تسديده كانت من حسين القحطاني ولكن معها صافره انتهاء شوط اللقاء الاول من السيد اندريس تريمانيس، بيعلن انتهاء شوط اللقاء الاول بالتعادل السلبي ما بين الفيصلي والهلال هنا في مدينه المجمعه الرياضيه. والله نادي شوف الهلال.